مرحبا بكم، معكم سيف علي في هذا التمرين الجديد. هذا التمرين هو عبارة عن اور ميتر، عداد لقراءة الساعات. ساعات اللي اشتغل بها هذا المدخل اللي هو اي كولون 0 سلاش 0. هذا الانبوت اريد اشوفه ايش قد بقى مشتغل خلال خلال فترة العمل مالته. اوكي، وعندي بطن للريسيت اللي هو بي 3 كولون 0 سلاش 0، فهذا راح يسوي لي ريسيت وهذا راح يسوي لي رن. اوكي، اما الساعة مالتي راح تحسب لي ثواني او دقائق او ساعات هذا التشغيل. لذلك استخدمت 4 انتجر لخزن القيم اللي عندي. القيم عندي ثواني، الثواني راح كل ما يكتمل عندك 60 راح يخزن في المينت، راح يصير عندك دقائق، الدقائق مع كل 60 راح يخزن في الاور ساعة، الساعة كل 1000 ساعة راح تنخزن في الاور في 1000 في الثاوزند. لذلك عندك 4 انتجر راح تستخدم، واحد للثواني والثاني للمينت والثالث للساعات، والرابع اختياري كيفك اذا تتخلي فيه 1000 اذا انت متأكد بانه هذا راح يشتغل اكثر من مثلا اكثر من 100 ساعة، اكثر من 900 ساعة، فالافضل انه تضيف في 1000. كل ما يعبر ال 999 يشتغل عندك هذا واحد. اوكي، لما ما عبر 999 ثانية يشتغل عندك 2، فانت تعرف بانه مشتغل. اذا صار عندك هنا 2 تعرف مشتغل بانه هذا الران او هذا الانبوت اشتغل عندك بمقدار 2000 ساعة. 2 تضربها في 1000 راح يصير عندك 2000 ساعة. اوكي، عندك هذا البطن الريسيت اذا تريد ترست العداد، وتقدر تحله بالتايمرات بالكاونترات، انت بكيفك، كل من الا طريقة حل. انا راح احله بالكاونتر. زين، ننتقل لللادر، للوجيك مالتنا، نشوف شلون صممنا هذا اللوجيك، شنو طريقة عمله. طبعا هو جدا بسيط، ممكن ينحل بلادر واحد، ما حاجة تقسم البرنامج مالتك، لأنه ما عندك انت فقط انبوت واحد، وهذا الانبوت انت تريد مرة تظهر بثواني، مرة بمنت، مرة بأور، مرة أور في 1000. لذلك خلينا نشوف البرنامج حتى نتعلم طريقة حله. اوكي، هسه باللادر انا راح اخلي هذا الانبوت راح يشغل لي بت، مثل ما اتفقنا بانه كل انبوت راح اخليه يرجع الى بت معين. فهذا البت راح يشغل لي ريتنتف تايمر. ريتنتف تايمر ليش ريتنتف تايمر؟ حتى الاجزاء الثانية لما مال المشغل ويجي يسوي ران يحسب له بالاجزاء. اوكي، ما اريد يحسب له، تقدر تخليه انت اي تايمر، ولكن انا اريد يحسب يكون دقيق جدا التايمر مالتنا. فلذلك خليت الريتنتف تايمر وخليته واحد بالالف، ممكن تخليه ثانية. اوكي، والبريست مالته تخليه ثانية ايضا، وكل ثانية راح يحسبها في كاونتر في عداد، ممكن بهالحالة، ولكن الدقة هنا الاكيوريسي مالته مو مو دقيق جدا. فاذا تخليه اجزاء الثانية واجزاء الثانية ترجع تضربها في الف. اوكي، او هو راح يبدي من الصفر راح تضربها في 999، ف راح ترجع القيمة الثانية، ولكن accuracy مالته او resolution مالته راح يكون عالي. اوكي، هذا الك، البرنامج مالتك حتى يكون دقيق. لذلك هذا اول ما استخدمت retentive timer. ال retentive timer راح يشغل لي ال time accumulator. اوكي، فهذا ال accumulator مالته او لما ما يصير واحد اللي هي ثاني، من تكمل الثانيه الداون مالته داون تايم راح يشغل لي هذا البت. هذا البت مع كل اون ايش راح يصير بي؟ راح يصير بي اب لهذا الكاونتر اللي هو كاونتر اب. اوكي، اللي هو هذا السكند اكيوميليتر، هذا راح يحسب لي الثواني. اوكي، الحد ال 60. زين، من 0 لحد 60. اوكي، فبنفس الوقت راح يسوي لك راح يسوي لك ينقل لك هذا القيمه او يسوي لك ريسيت. خلينا نجي للريسيت، يسوي لك ريسيت لهذا التايمر حتى يرجع يحسب ثانيه جديده.
اوكي، يعني كل ثانية رسته، وهذا يحسب الثواني. زين، هنا عندك هذا راح ينقل لك الداتا مالتك لل N70. احنا اتفقنا بانه الانتجر مالتنا اول انتجر هو للسكند، الثاني للمينت، الثالث للاور، والرابع للاور في 1000. زين، فهذا راح ينقل لنا الداتا الثواني للثواني اللي هو الان 70. بعدها يرست لي هذا التايمر حتى يحسب ثانية جديدة، ثم يرسته يحسب الثانية الثالثة، يرسته يحسب الثانية الرابعة، وإلى أن يوصل إلى 60. من يوصل إلى 60 اللي هو السيت بوينت مالته أو البريسيت مالته مثل ما مسمينا، من يوصل للبريسيت فالسكند أكيوميليتر راح يعطيك نبضة للمينت، أوكي، أيضا للستين، وراح ينخزن في الـ N71 اللي هو للمينت. زين، بعدها راح يوصل للستين مرة ثانية، أوكي، طبعا بعد ما يترست يوصل للستين مرة ثانية، تجيك النبضة يحسب الدقيقة الثانية، هنا وصل رقم 2. يرست يوصل للستين مرة ثانية، راح يحسب لك الدقيقة الثالثة وإلى آخره إلى أن يوصل للستين. من وصل للستين، راح الداون كاونت مالته راح يشغل لك المينيت اكيوميليتر، اوكي، اللي هو الكونتاكت مأخوذ من هذا الكاونت، راح يشغل لك هذا الاكيوميليتر او هذا الكونتاكت. هذا الكونتاكت راح يوصلك من صفر إلى ألف، أوكي، المهم راح يعطيك الساعات هذه، فراح أخزنها بالـ N72 column 2، وبنفس الوقت هنا الساعة من صفر إلى ألف، يوصل للألف يلا ينطيك إشارة لهذا الكاونتر الجديد، أوكي. هذا الكاونتر يعني إذا هنا طلع عندك رقم واحد، إذا أنت موصل ألف ساعة، أوكي، ولكن هذا بالألف راح يترست يبدي يعيد من جديد. فكل ألف ساعة راح تنخزن هنا، إذا هنا طلعت عندك 100 يعني أنت موصل 100 ألف ساعة، عندك الكونتاكت اي كولن 0 سلاش 0 مشتغل. زين، بعد عندك ريسيت بيت تقدر تضيفه، تقدر لا كيفك. الريسيت بيت راح من تضغط على الريسيت بيت أكيد وان شوت، حتى حتى ممكن أحد يطول بالبتن يبقى ضاغط عليه. المهم انا راح تعبر لي نبضة واحدة للريست التريجر، هنا هذا البت راح يرست لك الثواني والمينت والاور والاور في 1000. لذلك هذول القيم، ممكن هذا واصل لـ50، ممكن هذا واصل للـ5، هذا واصل لفت 50 ساعة، اوكي، كلهم راح يصفرون ويصفر لك الداتا الخازنة عندك في الانتجر اللي هي السكند والمينت والاور والاور في 1000. الداتا ايضا راح يرستها لك، اوكي. هذا الريست هذا اوبشنال. زين، هسه عرفنا الكاونتر بالساعات، راح كل 1000 ساعة يحسب لك هنا واحد، وكاونتر ابو الدقائق مع كل 60 دقيقة يحسب لك ساعة، والثواني كل 60 ثانية يحسب لك دقيقة. وهذا التايمر مالتنا اللي سويناه سنسيتيف جدا حتى يتحسس لي مقدار التشغيل والاطفاء بشكل قياسي جدا، اوكي. خلينا نسوي له فيريفاي، نسوي له سيف، ونشغل هذا البرنامج، اوكي. نروح للاونلاين وضعية الرن. هسه اني ماكو اي تشغيل، اجى هو احد ما شغل هذا الجهاز، ف فورس راح اسوي له. شوف كل ثانية جاي ينطيك نبضة للكاونتر اللي هو سكند كاونتر، فالسكند كاونتر يبقى يعد إلى أن يوصل لـ60. من وصل لـ60 راح يشغل لك هذا الكونتاكت، هذا الكونتاكت راح يسيب لك دقيقة واحدة، أوكي. إحنا نخل نوصله لمثلا راح أنطي 55، أوكي، هاي من يمي حتى لا يتأخر الفيديو عليكم. فوصل للـ60، اشتغل هذا الكونتاكت، هنا حسب لي دقيقة، فهسه عبر الدقيقة. زين، ممكن اعطيه فرضا 50،
زين، راح يوصل ايضا ل60، يحسب لي دقيقة ثانية. حسنا انتبه لي، من يوصل الى 60 اوكي هسه طاق دقيقة ثانية. زين، عداد الدقائق من يوصل الى ال60 يعطيك ساعة. فهنا ايضا راح اكتب له 59 اوكي، وهذا ايضا نوصله، نوصله 50 اوكي، 51. هذا من يوصل 60 راح يسويها 60، وال60 راح تعبر هنا، صار عندك ساعة. فانتبه لي هنا كيف راح تتغير هذه القيم. شوف 60، من وصلت ل60 صار عندك ريست هنا، اشتغل عندك هذا الكونتاكت، رست لك المينت، رست هذا الكاونتر، وبنفس الوقت هنا الاكيوميليتر زاد عندك 1 اوكي. هذا الاكيوميليتر ايضا ممكن اوصله الى 998، فرضا وصل عندك التوقيت الى هكذا ساعة. فبهيج ساعة انت بعد ساعة واحدة يصير عندك 1000 ساعة اوكي. فخلينا نوصل 1000 ساعة حتى ننهي هذا الفيديو. راح اضيف هنا 59 زين، وهذه راح نوصلها الى 50 زين. هسه بعد 10 ثواني يصير عندك 1000 ساعة اوكي. احنا جاي يعني جاي نعطي قيم من يمنه، هسه صار عندك ساعة، وهذا رست لك هذا الكاونتر صار 0 زين، وهذا الريسيت رست لك هذا الكاونتر صار عندك 0 ايضا، وهذا الثواني بعده يعد الى ان يوصلك للتوقيت اللي يشتغل به هذا الكونتراكت زين. هسه يعني حليناه بالكاونترات، برنامج جدا بسيط وحلو، واتمنى لكم كل التوفيق. لما ما نسوي له اوف راح يبقى خازن هذه القيمة، ولما ما تريد ترستهم في الريسيت بوتن توجل بت، هسه شنو صار عندك؟ ترستت كل ال لو تروح للانتجر كلهم ترستوا عندك ورجعوا الى الصفر، والكاونترات ايضا رجعوا الى الصفر. هذا البريسيت ما علينا بي، ولكن الكاونتينج عندك 0 وسط زين، والاكيوميليتر ايضا 0. بعد شنو عندك؟ التايمر ايضا عندك مصفر. هذا هو حل هذا السؤال، بسيط وجميل. حد هنا نشكر متابعتكم.